طرق الموت، مصطلح بات يتداوله العراقيون عقب تسجيل أعداد ضحايا جراء الحوادث المرورية تفوق ممن يلقون مصارعهم بسبب الفوضى الأمنية وفقا لمنظمات حقوقية. ففديالة تحصد الطرق أرواح عشرات الضحايا سنويا بسبب الحوادث المرورية الناجمة عن رداءة الطرق وأهمال صيانتها منذ عام 2003، فضلا عن الفساد الذي يتخلل تنفيذ مشارع التعبيد وإعادة الإكساء. المقاول الرئيسي نهائيا ما منفذ مشروع. المقاول الرئيسي يعطي المقاول الثاني، والمقاول الثاني يعطي المقاول الثاني آخر، وهاي كل الأرباح راحت، والمقاول المنفذ مجبور يغش بالمواصفات حتى الشغلة تفيده. سائقو سيارات الحمل أكدوا أن الطريق الدولي الرابط بين منفذ المنذرية الحدودي وبغداد يشهد بشكل يومي حوادث تكون في أغلب الأحيان مميتة. الطريق ضيق، دا يصير حوادث بيه، أعمار ماكو، هاي طريق السايد الثاني هو طالع بس ما حد يسوي. آخرون أكدوا أنهم لا يستطيعون تغيير وجهاتهم بسبب سيطرات أمنية تجبرهم على دفع مبالغ كأتوات مقابل السماح لهم بالمرور من خلالها. والطريق موجود هو السايدين، شوف ويانا هذا كامل سايدين بس ما يشتغلون به. وهاي كلها اللوريات، يعني هذا خط مال جبل حميد كله عليه، وهذا لنا المنذريه فيروز خان يعني كله عليه، ومننا عندنا الطريق مال مميس من اكذاك ما يقدروا عليه، ما يقدر نفوت عليه، مننا السيطره يدوروا الماده واحنا نمر عليه. وليس غريبا ان يتصدر العراق دول العالم في عدد الحوادث المروريه عقب تسجيله خلال عام 2021 13 وفاه يوميا بحسب احصائيات حكوميه بسبب التكسرات في الطرق وافتقارها لاجراءات السلامه وفقا لموقع عراق بزنس نيوز.